برحب بكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. يوم جديد وحلقه جديده وبرنامج لايف كلينك. في برنامجنا دايما بنتكلم عن كل ما هو جديد في المجالات الطبيه المختلفه، وبيكون دايما معانا مجموعه كبيره اطباء متخصصين واللي بيجاوبوا على استفساراتنا وتساؤلاتنا. في الحقيقه موضوعنا النهارده شائك شويه، وعلشان هو موضوع شائك في ناس كتيرة مش بتتكلم عنه، لكن ليه أسباب ومضاعفات نفسية وجسدية على الأسرة وعلى صاحب المرض نفسه. هنتكلم النهاردة عن ارتخاء عضلات المهبل. يمكن ده مصطلح جديد لسه بنسمع عنه، لكن بسبب مشاكل وأثار سلبية كتيرة على العلاقة الزوجية والعلاقة الأسرية، وبسبب يعني مشاكل نفسية كتيرة كمان على صاحبة المرض نفسه. هنتكلم النهاردة عن أعراضه وأسبابه، هل ليه علاج ولا لا، هل دور العلاج الطبيعي في علاج المشكلة دي، ايه علاقته بالولادة، هل ليه علاقة بالولادة الطبيعية ولا الولادة القيصرية، هل ليه علاقة بالسلس البولي وضعف عضلات المهبل. يعني أسئلة كتيرة وتفاصيل كتيرة جدا هنعرفها من الدكتور مشرفانا النهاردة في الاستوديو، الدكتور رانيا السيد عبد العليم مدرس العلاج الطبيعي بطب القصر العيني. أهلا بحضرتك يا دكتور، شرفتينا. احنا دايما بنتكلم عن المواضيع الشائكة لما حضرتك بتكوني معانا، بس دي مواضيع مهمة جدا ويمكن ناس كتيرة مش بتتكلم عنها بطريقة واضحة وصريحة، لازم نتكلم عنها عشان المشكلة دي بتسبب مشاكل كتير أسرية. بصي، أنا ده كان طلب المرضى مني في العيادة، دكتورة لازم تعملي وعي. صحيح. يعني وعي للناس، لازم تفهمي الناس احنا في بيوت بتتخرب بسبب السكوت. فأصلا فكرة ان انا اتكلم في المواضيع دي انه فعلا في الحالات اللي انا عالجتها والحمد لله بفضل الله اسر كتير كانت هتتهد، والحمد لله بفضل ربنا ثم العلاج حياتهم استمرت وعاشوا سعداء مع بعض. طبعا فده كان طلب واصرار من المرضى نفسهم اللي جولي والحمد لله اتعالجوا وشفيوا تماما. ساعدي الناس يا دكتوره بان انت تعملي وعي. طبعا، وده الهدف من برنامجنا، ان احنا نوعي المشاهدين لو في مشاكل صحيه ومشاكل حتى نفسيه اثرها ايه على الاسره. ايه هو ارتخاء عضلات المهبل؟ ارتخاء عضلات المهبل ده بيحصل ضعف في عضلات المهبل بيؤدي الى سقوط الجدار الامامي او الخلفي للمهبل. ده تعريفه. بيبقى عضلات المهبل ضعيفة فيبدأ يحصل سقوط أو ارتخاء. مش لازم سقوط، السقوط ده بيبقى دايما مرحلة متأخرة. ايه الفرق بين السقوط والارتخاء؟ يعني السقوط في العضلة برضو نفسها في الجدار الأمامي بقى يبدأ يسقط، بقى ما فيش عضلات سندان فيسقط الجدار الأمامي أو الخلفي بتاع المهبل. ايه الفرق بين السقوط وبين الارتخاء؟ الارتخاء احنا لسه في مرحلة ضعف العضلات، سيبناها يعني يعتبر كدرجة أولى لما يسبب فترة طويلة سايبين المشكلة بتسبب مضاعفات. بالظبط، والناس مش عارفة تروح فين وعالجها ازاي، وعندي مشكلة ومش عارفة أعمل ايه ومش عارفة أحلها ايه. طب ايه سبب ارتخاء عضلات المهبل؟ أسبابه بقى ليه أسباب كتيرة، من ضمنها الولادة المتكررة، الحمل والولادة أكتر من مرة، ده ممكن يكون سبب. ممكن يكون عندنا بس هل سبب. الحمل والولادة أكتر من مرة مش مع كل والفرق الناس. لا، ولا حتى لو الفرق بين كل ولادة وولادة فترة كويسة، ولا الحمل والولادة المتكررة وبينهم فترة بسيطة؟ بصي هقول لك على حاجه، هي دي مش معنى ان كل حد حمل كذا مره ولد كذا مره هيحصل له كده، بس السبب لقوه من الاسباب الشائعه الناس اللي حصلت حمل ولاده متكرره بفترات قليله بينهم، وخصوصا مع الولاده الطبيعيه، لان بيحصل ارتخاء في عضله المهبل في وقت الولاده جامد. أكتر من الولاده القيصريه، اكتر من الولاده القيصريه. يعني نقدر نقول الولاده الطبيعيه هي يعني تعتبر سبب من الاسباب، الولاده الطبيعيه المتكرره 7 مرات 6 مرات طبعًا. اللي هم الناس يعني مش مرتين ثلاثه يعني، وساعات بيبقوا مرتين ثلاثه وبيحصل لها كده برضو. وجود خلل في الهرمونات، حصل خلل لاي سبب ما في الهرمونات نتيجه مثلا لسوء التغذيه. هرمونات معينة يا دكتور، يعني هل في هرمون معين ليه علاقة برضو بالموضوع ده ولا عموما؟ اي خلل، نقص مثلا هرمون الاستروجين،
اي خلل يحصل في الهرمونز الخاصه بهرمونات الانوثه والدوره الشهريه، كل الحاجات دي ممكن تسبب كده. مثلا غير خلل الهرمونات ممكن يكون طريقه التغذيه، نقص الفيتامينز، نقص المعادن، نقص زي ايه؟ هل برضو في فيتامينز او تغذيه معينه طبعا نقصها يعني بيؤدي المشكله طبعا دي؟ طبعا احنا كل الفيميلز بيبقوا معرضين ان هم يبقى عندهم نقص في الحديد مثلا، لان هم الدوره الشهريه الشهريه كل طبعا. شهر وممكن يتعرضوا لنزيف لاسباب لاي اسباب ما، فبيبقوا محتاجين ياخدوا حديد كل فتره، بيبقوا محتاجين ياخدوا كالسيوم لو حصل حمل ولاده اكتر من مره، وخصوصا لو حصل حمل وبعدين ولاده ورضاعه، كل ده سحب من الكالسيوم اللي في الجسم، فتبقى محتاجه تاخد كالسيوم، تبقى محتاجه تاخد فيتامين دي، كل الحاجات دي تؤدي لك لنفس المشكله. الرياضات العنيفه، لو في واحده ست بتمارس رياضه عنيفه او بتشيل اشياء تقيله، يعني واحده مثلا تقوم شايله المرتبه يقوم حصل لها سقوط في المهبل او سقوط في الرحم بسبب ان هي شالت حاجه تقيله، تمام، كل ده بقى يأثر وهي على مش متعودة على إن تشيل حاجات تقيلة، العضلات بتاعتها، مش يعني مؤهله مش لكده. مؤهلة. يعني مهم جدا المنطقة دي يا دكتور إن عضلاتها تبقى قوية. طبعا زي اي عضله في الجسم، ما بصي انت لو ايدك مش يعني مش قويه مش هتعرفي تشيلي بيها، مش هتعرفي تكتبي هتبقى بيها، ضعيفة هتبقى طبعا في ضعيفه، حاجات ما دي عضله في كتير. الجسم زي اي عضله تانية. ودي لازم ان احنا في تمارين معينة لان احنا نقدر نقوي العضلة دي ونهتم ان هي تبقى قوية. في تمارين معينه هنقولها واحنا بنتكلم بقى عن العلاج بالتفصيل، هو اصلا الموضوع بالرغم من صعوبته الا انه ان شاء الله علاجه بسيط وسهل جدا. هي انا دايما بقول للناس، لان هما بيبقوا يعني يلفوا كتير في الدايره دي ومش مش عارفين فاهمين ايه مش المشكلة اللي فاهمين عندهم، يروحوا ده لمين وفين المشكلة العلاج، طبعا. انا بقول لهم ان انتوا جيتوا هنا احنا خلصنا 50% من المشكله، 50% في العلاج. محدش يتوقع يا دكتور ان هو دي يعني مشكلة، المشكلة دي اللي يعالجها هو العلاج الطبيعي، طبعا ملهوش علاقة. يعني طبعا محدش يجي على باله ان هو ده فعلا العلاقة بالنسبة طبعا للمشكلة دي هو العلاج الطبيعي. المشكلة بقى ان المشكلة دي كمان بتأثر بقى بالسلب على حاجات كتيرة جدا، يعني اولها العلاقة الزوجية، انه الزوج بيبدأ يلاحظ انه الزوجة حاسة مش حاسة باستمتاع خالص، لان هي العضلة مرتخية والزوج مش حاسس بأي نوع من انواع الاستمتاع، لان الاستمتاع بيجي من الاحتكاك، مفيش احتكاك العضل، مفيش عضلة قابضة أصلا على العضو الذكري. الزوج هيلاقي أثناء العلاقة الزوجية إنه العضو الذكري بتاعه بيتحرك لأعلى أو لأسفل، ووجود هواء خارج من المهبل بيزق القضيب للخارج أثناء العلاقة، فيعتبر يعني إيه العلاقة الزوجية مفيهاش أي نوع من أنواع الاستمتاع. الإهمال بقى في الأمر أثر في بالنسبة للطرفين يعني. الإهمال في الأمر بدأ بمشكلة في العلاقة الزوجية بينهم هما الاتنين، هي مش عارفة تعمل إيه عيني ومش لاقية سبب ومش عارفة تروح لمين، وهو مش عارف يعمل إيه، ويبدأ يحصل مشاكل يعني في العلاقة الزوجية أو العلاقة الحميمية، فتبدأ تؤدي بقى المشاكل في العلاقة الزوجية كلها، ويدخلوا يعني في مشاكل بشعة يعني. وغير ان هو يعني هيبقى في مشاكل، بتبقى مشاكل نفسية على الاتنين، طب يعني على الزوج غير ان والزوج هم غير ان هم هيبقى في مشاكل ما بينهم سواء خناقات او مشاكل اخرى، لكن هتأثر على نفسية كل واحد. طبعا 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 ففي الحالة دي يعني خلينا نتكلم على المشاكل، هل في مشاكل تانية يعني السلس البولي او ضعف المهبل؟ احنا عايزين فعلا نقول الحته دي، انه من ضمن المضاعفات كمان اللي ممكن تحصل ان انت، طب لو سبتي الامر بقى بقت مشكله في العلاقه الزوجيه، دي اول علامه، تاني علامه هيبدا ايه مع الوقت، هيبدا تلاقي نفسها بيحصل لها سلس بولي او ستريس انكونتيننس، يعني تعطس ايه هو تلاقي السلس الميه، البقى؟ ايه هو هقولك السلس البولي يا تعطس دكتور؟ تكح، تلاقي هتبدا الموضوع يبدا بكده، تعطس او تكح او تلاقي تضحك. نقطه، او تضحك مثلا تلاقي نقطه ميه نزلت منها، استنت شويه ممكن بقى تبدا تسرب، يعني هي عايزه بدون ما تحس من خالص. غير يعني ما تحس، هي عايزه تدخل الحمام مش ما لحقتش نفسها انها تدخل الحمام. شوفي الاهمال في العلاج عمال يوصلنا ايه، يبقى اول حاجه مشكله كبيره قوي قوي في العلاقه الزوجيه، بعد كده بدانا بستريس انكونتيننس اللي هو ايه، مع اي نوع من انواع الضغط ينزل بول، اهملنا تاني وهي مش عارفه تروح فين ولا تتعالج فين، اهملنا تاني هنبدا نوصل لسلس بولي،
والموضوع كمان ليه أعراض كتير ممكن الزوجة تعرف منها الموضوع، يعني من ضمن هل أعراض في مشاكل تانية قبل ما نخرج ندخل في الأعراض يا دكتور؟ مشاكل أخرى، هل ضعف المهبل برضو ليه علاقة بارتخاء عضلات المهبل؟ يعني المهبل بيبقى ضعيف لا، ما هي فبالتالي بصي العضلة القابضة للمهبل مع عضلات الحوض كلهم بيبقى فيهم ضعف، كل ده بقى ممكن يؤدي لسقوط في الرحم كمان. بس ده بعد من مضاعفات اللي يعني بتهيألي بعد فترة later طويلة. on طبعا كل ما انت عمالة تسيبي المشكلة عمالة تتفاقم، فالمفروض ان احنا يعني انا جالي يعني زوج وزوجة، بصي خلاص البيت بيتخرب وهي منهارة، وهو حرام هو عنده 3 ولاد ومش عايز يطلقها، هو كمان منهار. يعني قالوا لي دكتورة يعني لازم تعرفي الناس انه الموضوع احنا ما صح، كناش احنا مش عارفين مش نروح لمين عارفين ونيجي طبعا. لمين وفين وفين، على ما عرفنا ان حضرتك بتعالجي الموضوع ده في جنينك. الموضوع بشع يعني وعلاجه سهل جدا. طيب يعني الأعراض بقى يا دكتور، إيه هي الأعراض اللي من خلالها فعلا أي سيدة أو حتى الزوج هما الاتنين يبقوا عارفين الأعراض البسيطة دي يقدروا فعلا يساعدوا بيها نفسهم إن يروحوا لحد متخصص؟ هقولك بقى، بصي هو في ميزة بقى في الموضوع ده ان الأعراض كتيرة جدا، يعني سهل الواحدة تكتشف ان هي أي عندها. عرض فيهم، مش لازم كل الأعراض تبقى متلازمة مع بعض. بصي على الأقل لو اجتمع 3 4 أعراض من اللي احنا هنقولهم، بالظبط، لا روحي، لا يبقى انت كده عرفتي ان انت في عندك مشكلة. المشكلة. أول حاجة هي هتحس في العلاقة الزوجية، هتبدأ تحس ان هو انه في ارتخاء عندها، والزوج هيبدأ يحس ان هو زي برضو انه في ده في البداية خالص في ارتخاء، وانه ما فيش زي ما قلت لك اي نوع من انواع الاحتكاك. بعد كده زي ما قلنا في النقطة التانية بالنسبة للعلاقة الزوجية بقى، ده لو استنينا شوية هيحصل، هيلاقي انه القضيب بيتحرك سواء لأعلى او لأسفل، مخرج هوا بيدفع القضيب للخارج. تاني ده تاني عرض. تالت عرض انه ممكن هي قبل ما يحصل ده كله اصلا تبدأ كتير بتحس بألام في اسفل البطن وألام في اسفل الظهر، نتيجة انه الاربطة اللي رابطة المهبل والعضلات اللي رابطة ضعيفة، فتبدأ تحس بوجع او تقل، يعني وجع مع تقل في اسفل البطن وفي اسفل الظهر. هتلاقي عندها زيادة الافرازات المهبلية، بس هتلاقي هل زيادة الإفرازات ده دليل على أن في التهابات، ولا دي ليها علاقة بس بارتخاء العضلة ما احنا نفسها؟ قلنا احنا بقى هيتجمع كذا عرض لو لقيتي في افرازات مهبلية مع رطوبة دائمة في المهبل، يبقى دي تعتبر عرض من اعراض ارتخاء عضلات المهبل. هي حاسه دايما نفسها ان هي رطبه مبلوله، فده دي وجود الرطوبه دي على طول وزياده الافرازات المهبليه دي برضو عرض من ضمن الاعراض. ممكن خروج روائح المهبل، تلاقيه فيه خروج روائح، ممكن خروج اصوات من المهبل، فكل دي علامات ان هنا في ارتخاء في عضله المهبل. نستنى شوية بقى من ضمن الأعراض، احنا مش عايزين نوصل لها، هندخل بقى في مشكلة اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، اللي احنا هنقول ايه بدأت من ضمن الأعراض ان يبدأ يبقى فيه سلس بولي، دي سواء أعراض متقدمة أو مضاعفات ما متقدمة اه بقى. ما انت سايبة بقى الموضوع، ما احنا اتكلمنا ده في الأول بس سايبة ممكن يبقى عندها سلس، يعني أنا برضو أعرف يا دكتور إن هو السلس البولي من أسباب ضعف عضلات، الولادات متكررة ما كمان، هو بس ممكن كلهم يبقى يؤدوا لنفس المشكلة. بالظبط. يعني ما هي مجموعة أسباب عملت لنا المشكلة دي من ضمنها برضو من بس ضمن، عارفة ممكن يبقى عندها سلس بولي نتيجة الحمل المتكرر والولادات المتكررة بدون ما يكون عندها ارتخاء في عضلات المهبل. غالبا اللي عندها ده بيبقى فيه ارتخاء في عضلة المهبل. كمان من ضمن الحاجات ممكن واحدة على فكرة تبقى ولدت مرة واحدة، دي لازم ننوه عنها برضو، ان واحدة ممكن تكون ولدت مرة واحدة بس يكون حجم الجنين كبير جدا، فاثناء بنسميها ولاده الولادة بقى. متعثره، فحصل تهتك في الجدار الامامي او الخلفي للمهبل والبيبي نازل. تقول لك انا ما ولدتش غير مره واحده، انا ولدت ولادتين ودي كانت الثالثه، بس الولاده ممكن حجم الجنين كان كبير وهو نازل قام عامل لنا المشاكل دي، فتبقى هي عندها مشكله واحده سببت الايه؟ مشاكل تانية طبعا، المشكله الثانيه. يعني ساعات كمان مش لازم تبقى متكرره، ساعات حاجه زي كده ممكن بس من تكون أول مرة بالظبط، بس بس حجم تكون الجنين بيبقى كبير كان فبالتالي بيؤدي كبير لتهتك في بالظبط عضلات المهبل. بالظبط. لو حد رياضي يا دكتور، هل ممكن يبقى معرض لارتخاء عضلات المهبل؟ ولا بما ان لو حد رياضي خاصة تمارين البطن والتمارين الخاصة بالمنطقة دي بتقوي العضلات فبتبقى
تحمي نفسها من مشكلة زي دي. مش هنقدر نعمم برضو حتى لو حد رياضي، لان ساعات الرياضات الشاقة تؤدي الى سقوط في الجدار بتاع المهبل وضعف في عضلات المهبل، وتؤدي نفس ساعات الرياضة الشاقة تعمل المشكلة زي دي. ايه عضلات يعني، ايه نوع الرياضة او نوع العضلات يعني مثلا حد بيشيل اثقال، رياضة رفع الاثقال وارد جدا ان يحصل لها كده. في اي رياضات تانية؟ يعني هي غالبا هتبقى الرياضات الخاصة بحمل الأثقال التقيلة، مش هتبقى الرياضات اللي هي فيها حركة زي السباحة الأيروبكس، لا مش هتبقى دي طبعا، يعني بالظبط فاهماني؟ بالظبط. طيب عموما هل في اي اعراض تانية يا دكتور نقدر ننوه عنها، غير ان هي اللي حضرتك اتكلمت عنه الافرازات اللي زي ما يبقى في قلنا، هو مشكلة في العلاقة الزوجية؟ أهم إشارة في الأول إن هي بدأت تحس عندها ارتخاء في عضلة المهبل، بدأت تحس إنه بقى في عندها إفرازات مهبلية كتير، بدأ الزوج يحس بمشكلة في العلاقة الزوجية، كل بقى الحاجات دي أنت عمالة تسيبي. طب خلاص خلصنا كل مشاكل العلاقة الزوجية، بدأنا ندخل في مشاكل عندك، ده غير وأولهم طبعا المشاكل النفسية اللي هتبدأ تحصل بين الزوج والزوجة. هي مش مرتاحة، مش حاسة أصلا بالعلاقة، وهو مش حاسس خالص بالعلاقة. طب فاهمة التشخيص قصدي؟ بقى يا دكتور، لما حد يروح للدكتور ايه هي طريقة التشخيص، او هل في أجهزة بالظبط، للتشخيص، فحوصات معينة للتشخيص؟ عندنا جهاز قياس مخصوص للمشكلة دي، بيقيس قوة انقباض العضلة بتاعة المهبل وقوة قدرتها على الريلاكسيشن، وعن طريق قياس قوة انقباض العضلة دي بنعرف إذا كانت هي بتعاني من ضعف في عضلات المهبل ولا ما بتعانيش من ضعف في عضلات المهبل. إذا تم الفحص ولقيناها طبعا بتعاني من ضعف في عضلات المهبل، بنبدأ بقى خطوات العلاج. طب هل في درجات يا دكتور أو أنواع مختلفة من ضعف عضلات المهبل أو ارتخاء عضلات المهبل؟ هو المفروض العضلة القابضة عشان يعني يبقى في تحكم كويس وتبقى كده، المفروض ان احنا ما بنبقاش اقل من 45، ده على الجهاز، ده على على الجهاز. الجهاز. اقل بقى من كده يعني في ناس بتديني، لان انا مثلا في حالة كانت يعني بتقولي انا مش عارفة يا دكتورة مش عارفة اصلي، يعني الموضوع بقى خلاص خلصت مشاكل العلاقة الزوجية وسنها كبر شوية، بدأت تدخل في السلس البولي، دخلت بقى في مشكلة السلس البولي بقى، تقولي يا دكتورة انا مش عارفة اصلي، مش عارف مش لاحقه. بسبب السلس البولي. انا اتوديت يا دكتور على ما رحت اصلي، مش عارف. فهمني يعني، بصي الامر وصل لحد فين. مثلا دي كانت من الحالات، كانت مديه 5 خمسة ولا حاجة يعني، ولا ما حاجه. فيش. في مثلا حالات اللي هما بيبقى المشكله بس في العلاقه الزوجيه ولسه في الاول، بيدوا في حدود 18، بيبقى الرقم دايما ايه على حسب بقى هي جايه في انهي مرحله. طيب بعد التشخيص يا دكتور، وبعد تحديد درجة أو نوع ضعف العضلة أو ارتخاء العضلة، إيه الخطوة اللي بعد كده؟ بتعمل 3 زيارات، الزيارة بيبقى فيها جلستين 2، يعني المشكلة الكبيرة دي بتخلص في 3 مرات، 3 زيارات فعلا؟ فعلا. بتعمل لا ثلاث بس زيارات المشكلة الكبيرة دي بمضاعفاتها كلها يا دكتور بتخلص في، يعني حتى لو عندها سلس بولي أو عندها ما هو بصي سقوط، احنا يعني قصدي مبدئين في يعني خلينا مرحلة مرحلة يعني، ما تمام. أو لأن كل واحد كل مرحلة بيبقى ممكن يبقى ليها طريقة بصي هو علاج. الحد الأقصى لو حالة اللي أنا شفته، يعني حالة صعبة جدا يعني، وده ما شفتوش في حالات كتير، إن احنا وصلنا المفروض الحد الأقصى 6 مرات، اللي هو أنت تاخدي دبل الكورس، يعني بدل ما بتاخدي كورس واحد تاخدي كورسين وخلصت الحكاية على كده. 5 يعني في الآخر، 6 يعني، 6 هم 3 زيارات، دبل كورس. فتاخد دبل كورس ان هي تعمل كورس تاني، واغلب الناس ما بيحتاجوش كورس تاني كامل، يعني ممكن نحتاج ايه مره كمان، يعني اللي انا شفته كمان يعني، حتى مثلا الحاله اللي انا قلت لك وصلت سادس بولي وكده ما وصلناش برضو للستة، يعني خفت قبل فعلا الست. يعني بمجرد ان هي اول ما بتبتدي العلاج الطبيعي قالت لي انا كويسه وخلاص خلاص. ومتحكمه في نفسي وبصلي ومبسوطه جدا، ويعني وبدعي لك. طبعا مشكله الصلاه دي كانت كمان يعني بتقولي مش دكتور مأثرة مش عليها عارفه طبعا. اصلي، يعني انا خلاص كبرت ومش عايزه حاجه وعايزه بس اصلي. يعني مثلا حتى الحالات الصعبه اللي كده برضو ما كملناش ل6، طب مراحل ده علاج. الحد الاقصى. لكن بقى الريزنابل اللي احنا بنشتغل فيه، بتقولي العلاج قد ايه يا دكتوره؟ هقول لك هما 3 زيارات، بنعمل جلستين في اليوم، جلستين في اليوم، جلستين في اليوم.
يعني في ال3 زيارات 6 جلسات، كل يوم جلستين، جلستين، بيبقى جلسة في كاملة على مسافة ما بين الكود، كل يوم ويوم، يوم يوم ويوم. بتروح تعمل كل جلسة يوم ويوم. لا، بتعمل جلستين في اليوم، جلستين في اليوم، جلستين في اليوم. ممكن نعملهم كمان 3 ايام ورا بعض لو حد جاي من بلد بعيدة او يعني مسافر. مش شرط يا دكتور ان هو مش اللي يبقى شرط ان فيه احنا ندي الريست ده، ما احنا بين بندي يوم ويوم الريست يبقى ده، فيه فترة. ندي الريست ده لو حد الجلسة برضو بتعتبر فيها مجهود. يا ريت تحكي لنا عن الجلسة بالتفصيل يا دكتور، والجهاز ده يعني كل جلسة بتاخد وقت قد ايه، هي الجلسة وحضرتك بتبقى بتقولي في كل حدود 3 ساعات، الجلستين على بعض بيبقوا في حدود الشغل اللي بتعمله عندنا في حدود 3 ساعات. بنشتغل على حاجة اسمها البيلفيك فلور ماسلز اللي هي العضلات الحوض، عضلات الحوض، الحوض. وبنشتغل على العضلات اللي بتساعد، اللي هي بتسند الحوض وبتسند المهبل، اللي هي العضلات المساعدة. وبعدين بنشتغل على عضلة المهبل، العضلة القابضة للمهبل نفسها، عن طريق جهاز معين. وبناخد القياس كله على فكرة مرة، قبل وبعد، وبعد كل مرة قبل وبعد، قبل وبعد، وبعد كده بتنتهي المشكلة. الجهاز ده بيبقى عبارة عن جهاز ستيميوليتر بيدخل جوه عضلة المهبل، بيحفز العضلات نفسها. بالظبط كده، يقوي العضلة واحدة في واحدة، بتتقوى العضلة لحد ما تبقى العضلة قوية وفي فول كنترول، وفي يعني تحكم في العضلة، يعني فول قادرة كنترول. تتحكم في هي العضلة. هي نفسها بتحس بفرق كبير على الجهاز، وتحس بفرق بقى لو هي في يعني متزوجة بقى مع زوجها، بتبدأ تحس بفرق كبير جدا مع زوجها. طيب ما بين كل جلسة وجلسة يا دكتور، هل في تمارين هي من نفسها لازم تعملها؟ في تمارين طبعا احنا بنعملها لها، وفي تمارين بننصحها بيها بقى، اللي هي ازاي تحافظي على العضلة دي طول عمرك بقى. يعني ازاي خلاص احنا قويناها، لو احنا سبناكي على الطريق كده تمام، وعلاقتك الزوجيه بقت يعني مش كويسه، مجرد ان هي عملت الجلسة ان خلاص كده العضلة هتبدأ قوية، لازم هي تحافظ على القوة اللي وصلت لها بصي بصراحه وتزودها كمان المفروض يا بعد دكتور. الجلسه خلاص هي بقت قويه وكويسه، لا بس بس احنا بنقول لها ايه، زي انتي، هقول لك على حاجه، زي انتي خسيتي ما ينفعش ترجعي بقى تفتحي بالظبط في على الرابع في الاكل يعني هي كل مظبوط حاجه مطلوب مننا ان احنا نحافظ. طبعا. شويه حاجات بسيطه وصغيره قوي هنقول لك اعمليها وخلاص، يعني فهماني؟ طب لو حد ما حافظش يا دكتور، مجرد ان هو اعتمد على الجلسات دي وان هي خلاص عضلات المنطقة دي بقت قوية وما التزمتش بأي تمارين او نصائح عملها قال لها عليها الدكتور، هل ممكن بعد كده ترجع لها نفس المشكلة ولا لا؟ بصي هو في الاغلب ما بترجعش تاني طالما اتعالجت، بس انا دايما بقول الوقايه خير من العلاج. طبعا يعني انا افضل ان انت حتى لو مش هتعملي الحاجات اللي انا قلت لك عليها كل يوم، اعمليها يا ستي يوم او يوم لا، اعمليها يعني كل 3 ايام مره، هتبقي اسمك مشغله العضله محافظه عليها. يعني ده اللي انا افضله، يعني دايما انا من الناس اللي مبدئي يعني اني احافظ. ما شفتش حالة لحد دلوقتي، ما شفتش حد رجع تاني، ما فيش حد مثلا رجعت له الحالة تاني، بس انا ليه ما حافظش؟ يعني طبعا. الموضوع مش هيكلفني 10 دقايق ودي مجرد تمارين حضرتك بتوجهيها ان بس، هو بتبقى هي اصلا ليهم اوريدي عملتها عندنا في العيادة وبتبقى حافظاها فبتبقى ومصم. عارفة خلاص. وهي بنقولها بس ايه، كل ما يبقى عندك وقت اعمليهم، ان شاء الله الموضوع مش هيرجع تاني سواء عملتي او ما عملتيش، بس ليه ما نحافظش؟ وحضرتك قلتي حسب يعني الجلسات ممكن تتعمل 3 ايام ورا بعض، ده لو حد ممكن ظروفه صعبة لان ان هو حد جاي من جاي من منطقة بعيدة سفر او مثلا. كده. لو على مراحل يا دكتور، يعني لو ال3 ايام دول اتجزأوا ممكن يتجزأوا حسب ظروف الحالة نفسها ولا ملهاش علاقة؟ بصي هو احنا المفروض بنعمل يوم وندي ريست ترتاح يوم، لان الجلسه بتبقى لان فيها الثلاث مجهود. ساعات يعني بيبقى فيها مدة مجهود، طويلة. بس في ناس مثلا بيبقوا جايين من بلاد بعيده، بيبقوا من دول تانية مسافرين، نعملهم خلاص كل يوم، وبتبقى جايه للعلاج عارفه شغل شغل، وبتخلص وبتمشي وحياتهم بتستقيم. بعد العلاج يا دكتور وبعد الجلسات، سواء هي الست اخذت ال3 ايام ورا بعض او حد تاني يوم بعد اخذ يوم، يوم بعد يوم او حد تاني اخذ الايام متجزئة في بينهم لا انا مدة. ما بفضلش يبقى في يعني فرق عشان اكمل، اصل انت عارفه انت بتقطعي الجلسات يعني كانك العلاج لما هيجيب نتيجة اكتر لما الايام تبقى قريبة من بعض، بالظبط. يعني هو يا اما بناخدهم كل يوم، يا اما بنعمل فاصل يوم، يوم بس اقصى يوم حاجة ويوم، يوم. يوم بعد يوم. بس عارفه ليه؟ لان انت دي عضله ضعيفه، لو انا سبتها ما هترجع تاني مني، هتقعدي اسبوع هرجع انا ابدا اول جلسه كانها اول جلسه.
اعتقد يا دكتور بما ان هي عضله زي اي عضلات في الجسم لازم الاستمراريه ان احنا نقوي العضله. طبعا ما احنا لسه بنقول انه فعلا ان انت كل ما احنا عملنا شويه تمارين وحافظنا كل ما ده كان افضل. يعني طبعا العلاج ان شاء الله بيبقى كافي، بس انا من الناس يعني اذا يعني انا بحسبها دايما كده اللي هو ايه، انا عملت علاج لازم احافظ عليه. طبعا المفروض لازم احافظ عليه، خسيت لازم احافظ على اللي انا وصلت له، عملت جلسه مثلا التهاب اعصاب طرفيه مثلا لازم اظبط سكري يمشي مظبوط عشان وما امشيش حافي مثلا وانا عندي السكر عشان احافظ على اللي انا وصلت له. دايما الوقايه طالما اتعالجنا خساره ان انا اضيع تعبي ده او مجهودي. طب بعد الجلسات يا دكتور ما بتخلص، وحضرتك قلتي برضو للمريضة ان هي على انواع معينة من التمرينات عشان تحافظ وتقي نفسها ان هي ممكن تتعرض لنفس المشكلة، امتى ممكن تحصل علاقة ما بين الزوجين؟ يعني ممكن بعديها على طول بعد ولا ما بنعملش اي علاقه في عشان اثناء العلاج؟ في اثناء العلاج ليه بقى؟ حلو السؤال بتاعك. ليه بقى؟ انا دلوقتي بقبض العضله، لو حصل اثناء العلاج هيحصل تاني ارتخاء، هبقى انا يعني بحاول اقوي العضله واقبضها، مع حدوث العلاقه دي هو هيعمل هيسبب ارتخاء تاني في الايه، في العضلات المكان دي نفسه في طبعا. المكان تاني. فاحنا طبعا كاننا بنشتغل عكس بعض، بنوقف العلاقه خالص لحد ما بنخلص جلساتنا، وبعد كده بقى في اليوم اللي بعديها خلص فيه خلصنا بفترة فيه آخر ولا جلسة، لا خلاص خلصنا خلاص، نبدأ علاقة زوجية عادي جدا. الزوج بيحس بفرق كبير كأنه لسه متجوزها امبارح. وما فيش أي احتياطات إن هي السيدة يعني حتى بقى قبل أو بعد العلاقة إن هي في تمارين معينة برضو تعملها، ولا يفضل التمارين دي تعملها أي وقت، هي ولا بتختلف يا دكتور التمرين؟ مش لازم بقى خلاص قبل العلاقة أو بعد العلاقة، هي كده كده العضلة بقت قوية، هو يفضل إن هي تبقى بتعملها على طول، يعني تبقى دي حاجة تعتبرها هوم روتين اكسرسايز زي ما بيقولوه، يعني كل يوم قدرت يوم بعد يوم ماشي، هي أصلا التمارين مش متعبة. لو يعني دي المرحلة اللي هي بيبقى ما نقدرش نقول فيها ان هي فيها مضاعفات كتيرة كبيرة جدا، زي مثلا سقوط المهبل حضرتك اتكلمت عنه، او ان هو حتى لو في السلس البولي ممكن مع الجلسات ان هي تتحسن وتخف من موضوع السلس البولي. طيب لو في مضاعفات اكتر من كده يا دكتور زي سقوط المهبل مثلا او بصي مضاعفات اخرى، هو في طريقة العلاج بتبقى ازاي؟ هو زي ما بقولك هي بتفرق في عدد الجلسات، ان احنا مثلا بدل ما احتاجنا 3 فيزيتس بس عملنا جلستين 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 6 مرات هندبل التايم، لان انا شفت حتى الحالات اللي وصلت سقوط للرحم خفوا، يعني ما احتاجناش تدخل جراحي، يعني نسبة النجاح عالية زيادة عن اللزوم، يعني ما شاء الله في الموضوع. بمجرد ان هي ضعفنا عدد الجلسات المهبل هيرجع لمكانه الطبيعي. الى حد كبير وما بنحتاجش جراحة، يعني انا شفت يعني حالات ممكن لو كانوا حصل خلاص الرحم ساقط وبدأت تحس بكورة عندها في المهبل، ومع الجلسات الحمد لله رجع في مكانه وما احتاجتش عملية. يعني السلس البولي واضح اعراضه ان هي مثلا لما بتعطس او بتضحك او ما ممكن يحصل لها ان هي مجرد نقط بسيطه بتنزل عليها، ولكن سقوط المهبل ده يا دكتور ايه هي اعراضه؟ يعني اقدر ازاي اعرف ان ما هو يا اعراضه، حصل بصي فيه يا احسان سقوط في بتحصل المهبل؟ ازاي؟ اعراضه هتبدا تحس ان هي زي ما بقولك ارتخاء في عضله المهبل، ما هو ده بيبقى معناه الارتخاء ده انا حصل ايه في التعريف اللي قلناه في الاول، بدا يحصل اوريدي سقوط في الجدار الخلفي او الامامي للمهبل، ما هو ما فيش عضلات خلاص، وبالتالي بعد فتره بيبدا يحصل، ما دي العضلات دي بتبقى سانده الرحم في مكانه الطبيعي، فتبدا العضلات دي كمان تقع فيبدا يحصل سقوط كمان في الرحم. ده حتى من ضمن المشاكل اللي بتعمل المشكله دي عمليات استئصال الرحم، لما بيشيلوا عنق الرحم اللي هو يشيلوا الرحم بكل حاجه، يعني دلوقتي الدكاتره اللي هم البروفيشنال قوي بيسيبوا اجزاء معينه من الرحم وبيسيبوا عنق الرحم بحيث ان هو ما يعملش المشكله دي بتاعت ارتخاء المهبل. طيب السمنة يا دكتور هل ليها علاقة برضو بارتخاء عضلات المهبل؟ سمنة البطن وزيادة وزن الرحم من الأسباب اللي ممكن تسبب ده بطريقة مباشرة.
وده بيبقى برضو علاجه لو حصل لها الاعراض دي بتبقى علاجها نفس اللي اتكلمنا عنه، ان هي الجلسات بس بس لازم طبعا ان هي اذا في بقى حاجه مثلا مسببه عندي سمنه في البطن، لا ساعتها بقى بنعمل لها علاج، بنخسس السمنه ما لازم الموضعيه ان دي، هي تنزل بنعمل لها بقى الوزن جلسات بتاعها كمان. موضعيه كمان. لا هنا لا مش بس جلسات هتنزل، بموضعية. لازم هتنزلي البطن نفسها، فهتبقي انت بتشتغلي على شقين، شق سقوط المهبل او ضعف عضلات المهبل او ارتخاء عضلات المهبل، ده شغل اللي احنا اتفقنا عليه، وبتشتغلي على الشق التاني بقى اللي هي سمنة البطن، بتعملي جلسات تخسيس موضعي، بيبقوا برضو 6 جلسات، بتعمل اجهزة تفتيت دهون وشد ترهلات وبنشط الجهاز الليمفاوي، وبنخلص على سمنة البطن دي خالص. وممكن يعني سمنة البطن تفقد، يعني تفقد السمنة أو الدهون اللي موجودة في البطن دي في خلال قد إيه؟ ما انا لأن بقولك من 6 ل 8 مرات بنكون خلصنا القصه دي. بنسبة كبيرة يا دكتور بتنزل مش الدهون أو اقل من السمنة اللي موجودة في البطن؟ احنا بنقيسها بسمنه البطن، هتقيسيها بالكونتور، بتاخدي طبعا بمقاس الكونتور، مش اقل من 20 سنتي 20 سنتي. إيه في في الجلسة؟ في لا في في السته او الجلسات في كلها؟ الثمانيه. وده بمجرد ان هو 20 سنتي تبقى كافية بس هي حتى بعد الجلسات لازم على بقى حسب بقى، ما انتي ما تجيبيليش واحده مثلا بطنها نازله بس لتحت وعندها حبه ارتخاء في عضلات البطن، زي واحده مثلا بطنها قد كده، يعني دي برضو اكيد. ما هو ده الفرق، بيبقى فيه فرق. فدي برضو ايه، هي مش، بصي هي الموضوع يعني احنا دايما بنقول على المرضى كده individualized، يعني ايه، كل الفردية مريض علاقة. العلاقه فرديه بالظبط. انت ما بتقدر، انت بتتكلمي يعني احنا مثلا في البرامج بنتكلم على العلاج ان جنرال، لكن انت مثلا ممكن حاله تجي العياده اقول لها لا بس انت محتاجه كذا كذا كمان، لانه ساعتها ما فيش مقياس بقى واحد تمشي بيه كل الناس، ما في واحده مثلا تيجي بطنها واقعه لحد هنا، فاهماني؟ هل دي دي زي واحده تعمل مثلا ايه بطنها طيب؟ كبيره شويه؟ لا طبعا. بنشتغل بقى انواع اجهزه اكتر زي التبريد، بنشتغل معاها جلسات اعلى شويه عشان نوصل لنفس النتيجه. التبريد ايه هو؟ تبريد الدهون يا دكتور، فبيأدي علاج بيساعد. بالفريزنج، بنجمد الخليه الدهنيه دي كاننا عملنا عمليه شفط دهون، لانه والحاجات دي فعلا بتجيب نتيجة بعد طبعا الجلسات يا طبعا دكتور، طب وبتأدي طب بصي احنا احسن لإنقاص حاجه الوزن في عندنا، المنطقة دي بالتحديد، لأن منطقة البطن يمكن من أصعب المناطق بالنسبة لي إن هي تقدري تنزلي فيها الوزن الزائد بالنسبة للدهون. بصي احنا طريقه شغلنا ايه، احنا بنعمل تفتيت، بنشد العضلات، بنشد الترهلات. طب هنتكلم أكتر يا دكتور عن الأجهزة دي بالتفصيل، لكن أستأذنك بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل، نرجع مرة تانية، خليكم معانا. ورجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية، وفي حلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن ارتخاء عضلات المهبل وتأثيره من سواء النفسي أو الجسدي على الأسرة جميعا. اسمحوا لي أرحب بالدكتورة مرة تانية، أهلا بحضرتك يا دكتور. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن السمنة، يعني السمنة من الأسباب اللي ممكن تؤدي فعلا لارتخاء عضلات المهبل، وفي أجهزة حضرتك بتستخدموها للتخلص من الدهون الموجودة في المنطقة دي. بس حضرتك كنت بتقولي يا دكتور إن هو ده بتختلف من شخص لشخص، يعني بالظبط، على ممكن حسب يبقى حجم حد البطن طبعا. وعلى حسب الولادات قد ايه وعلى حسب قوه العضلات. يعني احنا مثلا بنيجي نعالج سمنه موضعيه، مش بنعالجها مثلا زي اي حد، اللي هو انا مش باصه بس ان هي تخينه او عندها سمنه موضعيه من هنا، لا انا بقوي، انا بشتغل شغل العضلات بتاعت البطن نفسها، وخصوصا عضلات البطن السفليه عشان دي مأثرة عليا في القصة التانية، ببقى باصة بقى على حاجات تانية، بنشتغل تفتيت دهون، بنشد ترهلات الجلد نفسها بس ده بكل بيبقى بأجهزة يا دكتور، يعني بأجهزة موضعية طبعا، لأن انت هنا أنا مش فارق معايا كتلة الجسم على قد ما فارق معايا ايه المنطقة بس، احنا دي السمنة الموضعية اللي عاملة لي يعني المشكلة، بنركز بس على المنطقة دي، لكن هي المريضة لازم برضو ان هي تحاول تنظم أكلها، تنظم أكلها بتمشي على دايت وتنزل طبعا من الوزن من الكتلة الموجودة في طبعا جسمها طبعا طبعا، كله كله. يعني مش بس في المنطقة دي ان احنا احنا دي اللي بنعالجها، لان هي دي اصلا عارفه السنترال اوبستي دايما، في يعني المنطقة دي. طبعا. المنطقه بتاعت البطن دي سبب كل المشاكل، تجيب سكر، السمنه الموضعيه دي تاثر لك على النفس وعلى ضربات القلب. بصي هي اس المشاكل كلها السمنه بتاعت البطن، السنترال اوبستي دي. يعني انا بشوف دايما لو حد عنده المشكله دي الحقي نفسك من بدري، لان دي بصي ليها عارفه مشاكل باب صحية مفتوح كتيرة جدا للمشاكل، طبعا. ما خرجتيش منها من المشكله دي هتخرجي من المشكله دي، وهتخرجي من المشكله دي تجد ان هي حاجه باينه في وشك، يعني مش حاجه فاهمه مظبوط طبعا. مستخبيه.
وبعد ما مع الاستخدام يعني الجلسه بتاعت ارتخاء عضلات المهبل يا دكتور بتبقى بالتوازي مع الجلسات اللي هي في نفس اليوم للتخلص من السنه الموضوعيه اللي موجوده في طبعا البطن؟ انتي عشان توصلي لنتيجه كويسه لو ده الاثنين في السبب. نفس الوقت. بنشتغل على الخطين متوازيين بحيث ان احنا نوصل لاعلى النتائج. ولو ان هي حضرتك قلتي لو يعني حاله طبيعيه بالنسبه لارتخاء عضله المهبل ممكن تاخد 3 جلسات، بس لو هي السنه الموضوعيه دي هي بتاخد 6 جلسات، جلستين في اليوم، جلستين في اليوم، جلستين ست في يا اليوم، جلستين في اليوم انا قصدي 3 زيارات بنعمل فيهم 6 جلسات. لو السنه الموضوعيه محتاجه اكتر من كده بتكمل عادي بنكمل على ال بقى، بنخلص الشغل طبعا بتاعنا وبنكمل بقى في السن. يعني ملهاش علاقة ان هما لازم الاثنين يخلصوا في نفس الوقت، لا، ممكن ما ان هي فرض ان تخلص هي بعد خلصت كده. المشكلة دي وجايبة على الجهاز مؤشر كويس، خلاص لما خلصت. حضرتك قلتي من ضمن الاسباب يا دكتور ان هي لخبطة الهرمونات ممكن تؤدي للمشكلة دي، هل حبوب منع الحمل نقدر نقول ان ليها علاقة برضو بلخبطة الهرمونات وتؤدي لارتخاء عضلات المهبل؟ بصي، حبوب منع الحمل يعني انه حد ياخدها فترة طويلة بتأدي لمشاكل كتيرة جدا من ضمنها المشكلة دي. يعني انا اشوف ان حبوب منع الحمل المفروض دي تبقى وسيلة مؤقتة وليست الوسيلة الدائمة، ده في وجهة نظري، لان مشاكلها كتير، مشاكلها على الصحة على اللونج ران على المدى ايه هي الطويل مشاكلها طيب يا دكتور؟ كتير قوي يا احسان. يعني من ضمنها مثلا مشكله زي اللي انا بتكلم فيها بتاعه ارتخاء عضلات عضلات المهبل. المهبل ممكن من الحاجات اللي بتساعد في زياده الوزن، على فكره الناس اللي بياخدوا حبوب منع الحمل ممكن يحصل لهم زياده في الوزن. ممكن من الحاجات اللي بتخلي الناس اللي بياخدوا حبوب منع الحمل برضو ممكن بيبقوا لقوا ان دول عرضه اكتر ان يجي لهم سكر، ده ليهم على المستوى الصعيد الصحي. يعني انت فاهمه ليها يا حبوب منع الحمل على المدى الطويل ليها مشاكل كتير جدا، ممكن تاثر اصلا على الهرمونز نفسها بتاعتها وتعمل لها مشاكل كتير. يعني ممكن تخليها تدخل في مينوبوز بدري اللي هو سن الياس بدري، او توقف الدوره الشهريه بدري. ممكن تبقى سبب اخدها فتره طويله عماله على بطال سبب تاني في تاخير الحمل، لان انت عماله بعد تلعبي في فترة طويلة الهرمونات. طبعا. بصي، لا ده انت لو فتحتي قصه تاثير حبوب منع الحمل على المدى الطويل ايه، هتلاقيها بتاثر في حاجات كتيره. ده احنا ده بيتهيالي واحنا بنذاكر كان في امراض كتير من ضمن الاسباب الاورال كونتراسبتيف اللي هي حبوب ممكن منع تسبب الحمل. امراض ايه غير زي حضرتك بتقولي السكر او لخبطه الهرمونات، ايه هي امراض اخرى ما اللي بقول ممكن لك تسببها؟ احنا واحنا بنذاكر تقريبا داخله في معظم المشاكل والامراض. زي ما قلت لك دي حاجه، ده اللي انا قلته ده على سبيل الحصر، يعني مش على سبيل، يعني على سبيل المثال قصدي وليس الحصر. ده دي حاجات لا تعد. يعني الاثار الجانبيه لحبوب منع الحمل دي يتعمل فيها حلقه لوحدها بقى، يعملها استشاري امراض نسا يقول للناس قد ايه الاستمرار عليها فترات طويله مؤذي. طب من وجهة نظرك يا دكتور هل يفضل ان هي لو واحدة او سيدة فعلا محتاجة ان هي تلجأ لحبوب منع الحمل تستمر عليها فترة قد ايه عشان تقدر تتجنب طبعا مشاكلها الصحية او مضاعفاتها الصحية؟ دي بصي، انا يعني اللي هفضله دي اكتر حد هيحكم عليها بصراحه، مش انا هيحكم دكتور امراض النساء. بس اذا في ينفع مع دكتوره امراض النساء او دكتور امراض النساء بتاعك وسيله أخرى اخرى ان انت تقدري تستخدميها وملهاش اثار سلبيه عليكي، طبعا ارجحها عن حبوب منع الحمل لفتره طويله. لكن مثلا لو هي تستخدمها سنه، عايزه تنظم سنه سنتين ماشي. طبعا طبعا. هل يعني في ناس كتيرة دكتور ممكن او مش ناس كتيرة بس ممكن تبقى ناس عندهم امساك واحيانا الامساك بيوصل يعني مرحلة متقدمة جدا وان هم يبقى عندهم امساك شديد وان هم لما يعني عايزين يروح التواليت بيبقى عندهم بيحزقوا بصورة كبيرة جدا وبالتالي بتؤدي لمضاعفات كتيرة منها البواسير، هل ده ممكن يأثر برضو طبعا يؤدي لارتخاء عضلات طبعا المهبل؟ الامساك المزمن من العلامات ومن الاسباب اللي ممكن تؤدي للمشكله بتاعت ارتخاء عضله المهبل او سقوط المهبل او سقوط الرحم. عارفه ما دي كانها بتولد كل يوم حزق حزق حزق، فاهمه؟ صحيح. المشكله دي يا دكتور يعني حضرتك قلت ان هي بتسبب يعني غير اثار جسديه بتسبب اثار نفسيه على الزوجين زي ما اتكلمنا عليهم، لما اي زوجين يبقى تعرضوا لمشكله زي دي يا دكتور يتفاهموا مع بعض ازاي عشان نقدر نتجنب ان يحصل اي مشاكل زوجيه ما بين الاسره؟ بصي بقى، احنا اديناهم
لاين هيمشوا عليه. احنا دلوقتي بنفتح الباب وبنفتح النور وبنقول لهم يا جماعة في علاج، لان دي بتبقى ازمة في البيت. بصي الزوجة حاسة ان هي مش قادرة ترضي جوزها، وفي نفس الوقت هي حاسة انها مش مستمتعة بالعلاقة. بصي يعني هي واقع عليها ضغط من الناحيتين، من الزوج ومن نفسها، ان هي نفسها مش مبسوطة. وبالنسبة للزوج عنده مشكلة فظيعة، ان هو يعني هو الزوج متزوج عشان يعف نفسه بالحلال، يعني العلاقة الزوجية علاقة شرعية، ان هو يعف نفسه. هو مش بيعمل العلاقة الزوجية ومش قادر يحس بأي استمتاع، نتيجة انه مفيش عضلة اصلا قابضة، العضلة مرتخية خالص، فكأنه لم تحدث علاقة. ما هو مفيش عضلة قابضة، فكأنه لم تحدث علاقة. شرحنا له امتى تعرف ان مراتك عندها القصة دي، ليها علامات واضحة جدا. هيحس ان المكان رطب، هيحس زي ما قلتلك انه في هواء بيدفعه للخارج، هيحس ان العلاقة ما بقتش بشكلها الطبيعي، كأنه العضو الذكري بيتزحلق يعني للأعلى او للأسفل. فهيبقى عنده علامات كتيرة تقوله ان انت عندك هنا مشكلة. احنا بنقول لك ان المشكلة طبعا ده بيأثر عليه تأثير نفسي بشع. انا عايز مراتي وعايز بيتي وعايز ولادي، ومش عايز يعني مش عايز طبعا. اسيب حياتي دي. فبيبقى ازمة، انت مش متخيلة ازمة كبيرة ازاي في البيت. الناس بيجيوا لي في حالة انهيار كامل وتام ومش عارف يعمل ايه. بس فاحنا بنقول له بقى، وفي الاخر المشكلة دي احنا بنقول دي مشكلة صغيرة جدا، يعني بنقوله يعني تخيلي ان المشكلة على قد ما هي مشكلة كبيرة كبيرة حلها بسيط جدا حلها طبعا. بسيط، في 3 ايام مشكلتك بتنتهي وبتخلص، ومشكلتك بتنتهي وبتخلص. احنا بنقولك العلاج 3 مرات، يعني 3 زيارات وتعملي فيهم 6 جلسات، مشكلتك خلصت وانتهت المشكلة على كده واتحلت المشكلة على كده. فمتخيلة قد ايه مشكلة كبيرة اثرها النفسية على الزوجة عالية جدا، على الزوج عالي جدا، هي متألمة نفسيا ألم فظيع، لأنه هي ولا هي مرتاحة ولا هي عارفة ترضي جوزها، وجوزها متألم ألم نفسي إن هو مش حاسس باستمتاع في العلاقة الزوجية، ومش حاسس إن هو مبسوط، ومش حاسس إن زوجته مبسوطة. طبعا اضطراب العلاقة الحميمية بيؤثر على العلاقة الزوجية كلها منظومة واحدة، فحدوث اضطراب هنا بيأثر على العلاقة كلها، تبدأ تتوتر العلاقة بقى، زي ما احنا اتكلمنا في حلقات قبل كده عن التشنج المهبلي اللي هو صعوبة حدوث العلاقة الزوجية. التشنج المهبلي عكس بقى يا دكتور اللي هو ارتخاء عكس عضلات اه المهبل. العكس هنا العضلة بقى ايه قابضة زيادة عن اللزوم، تشنج في عضلات المهبل مقفولة خالص، فبتصعب حدوث علاقة. زي ما اتكلمنا عن ان الحل هنا بسيط وسهل، بنقول هنا ايه الحل بسيط وسهل. انا دايما بقول للناس عارفه 50% ان انت عرفت مين بيعالج المشكله دي وجيت هنا، فاضل بقى ما هي دي 50%. النقطة، دي النقطة المهمة جدا يا دكتور، ان هو يعني ما حدش هيجي على باله ان هو العلاج الطبيعي او في أجهزة معينة هي اللي بالظبط. هتقوي عضلات المنطقة دي. بس بصي المشكله كمان عارفه يعني في ممكن ايه، يفكروا يروحوا دكتور نساء ولادة. لسه هقول لك المشكله في ايه. وكمان انا شايفه ان دكتور امراض النساء والولاده برضو هو كمان يعني معذور، اصل هو دراسته او تخصصه هو بيبص على الجهاز، على الاناتومي، على التشريح، الجهاز التناسلي للمراه، على المكان بيبص نفسه. عليها بيلاقيها سليمه تناسليا او بيلاقيها سليمه تشريحيا، فيقول لها انت ما عندكيش حاجه، ويقول له جوزها انت مع مراتك ما عندهاش حاجه، حتى لو فيزيد المشكله اكتر. طبعا حتى لو ممكن يعالجها، لو يعني يعالج بعض الاعراض زي مثلا التهابات او كثره مش هتعالج الالتهابات المشكله، هيعالجها بس مش هتعالج مش المشكله هتعالج بالظبط. المشكله، لان هي اصلا مشكلتها مش التهابات، ده في مشكله في ارتخاء العضلات. فلما الست بتبقى عندها تشنج مهبلي، يعني تروح لدكتور امراض الناس يقول له مراتك بتتدلع وهي اللي مش راضيه تعمل علاقه وهي مش عارف ايه، فالست عيني يعني تحس بالضغط بتحس اكتر بالضغط اكتر بقى والمسؤولية ومن اكتر اهلها طبعا. ومن كل اللي حواليها، وهي مظلومه يعني مش عارفه تعمل ايه. تبقى عندها ارتخاء في عضلات المهبل والزوج مش مستمتع، مراتك ما عندهاش حاجه، انت بقى اللي مش طبيعي. يدخل في مشكلة بقى ايه، هو طبعا يحس برضو بالمسؤولية وان هي مراتك المشكلة ايه، عنده ما يكونش عنده اصل هي مشكلة. تشريحيا
بالنسبه لدكتور امراض النساء هي سليمه، فهي وهي المشكله فعلا في العضلات، ملهاش دعوه خالص بالنساء. فهي بالنسبه له هو ما غلطش، دكتور امراض النساء ما قالها هي تشريحيا ويعني اناتوميكال وفسيولوجيا وفي كله قدامه هي سليمه، يعني الدكتور شايفها سليمه ما عندهاش حاجه. لا انت ممكن انت اللي عندك حاله نفسيه، يعني والله دي زوج من الازواج جه قال لي انا خلاص شكيت ان انا، وهو يعني عمال يوصف الوصف بالظبط بالظبط اللي بيحصل، وبحس نفس الاعراض نفس الاعراض نفس الحاجات اللي انت كانه بتقوليها بيقرا معايا من الكتاب، يعني حاسس بيها ويعني وعارفها بس مش قادر وكل يفهم ايه او يعمل تقوله ايه. كشف يا عيني عند كل الناس، وكل الناس عماله تقول له ان هو يا عيني بصراحه هي ما عندهاش حاجه، المشكله بقى كده عندك انت اللي عندك حاله نفسيه. لا، وممكن الزوجين من كتر اليأس ما بينهم يرموا المسؤولية على بعض، يعني تمام، انت لا انت السبب لا انت ده السبب لا الأصعب انت، كمان ان الدكتور يعني مثلا والدكتور هو يأكد بقى المشكلة، يأكد المسؤولية على مين يأكد حسب هو بقى شايف ايه. طبعا دي أصعب، دي أصعب كمان، طبعا. عشان انت عارفة ايه، احنا في بينا خلاف فجبنا حد بقى من بره بيفهم هو اللي يحل لنا لا المشكلة الدكتور حد، الدكتور فاهم، بالظبط، انت مش هتفهم اكتر من الدكتور. فاللي هو فعلا المشكلة بقى بتزداد فعلا تعقيدا. طبعا. يعني في حالة التشنج المهبلي يقولوا لها انت بتدلعي، هي ما بتدلعش، ده هي العضلة مقفولة وعندها ألم فظيع وبتتألم يا عيني ومش عارفة يحصل علاقة، هي غصب عنها. وفي حالة ارتخاء هو يا عيني هو بيحصل علاقة بس وهي سايبة نفسها وكل حاجة، بس ما فيش عضلة قابضة أصلا عشان يحس بحاجة، فيروح هو للدكتور بتاع أمراض النساء مراتك زي ما فيش حاجة، فيبدأ هنا إيه يعني، هنا بيحطوا على الزوجة في التشنج المهبلي، وفي ارتخاء عضلة المهبل بيفضلوا يرموا اللوم على الزوج، لأن هو بيلاقوها هنا إيه، هي بقى قابلة العلاقة وتشريحيا بقى سليمه، خصوصا بقى لو هي لسه في المرحله الاولى اللي هي لسه ما وصلتش بقى لسقوط في الرحم، فالدكتور شايف الرحم في مكانه ما حصلش ليه مضاعفات لسه بالنسبة بقى، ما للرحم دخلتش في طبعا. سقوط الرحم ولسه ما دخلتش بقى في المشكله دي كمان، فالدكتور بقى كمان شايف انه الرحم في مكانه، فكمان فاهماني، فبتقفل بقى خالص، بيوصلوا يا عيني بلوك يعني، فاهمه اللي هو مش عارفين يعملوا ايه، مش عارفين يروحوا فين، ومشكله. طبعا. تشنج عضلات الرحم يا دكتور، او يعتبر ايه تشنج عضلة لا المهبل؟ ده مهبل، تشنج المهبل، المهبلي تشنج المهبل، وده ارتخاء في عضلات المهبل، الاثنين مشكلتين كبير يعني كبار في كبار العلاقة جدا. الزوجية، ودي ليها علاج مختلف تماما عن العلاج ده. دي علاج ودي علاج. دي علاج، احنا عملنا على فكرة حلقة انا كنا عارفه. سوا لا بس واتكلمنا انا فيها. عايزه افكر المشاهدين بالموضوع ده بالنسبه للتشنج المهبل يا دكتور، هو ايه هي اسبابه؟ تشنج عضلات المهبل ده بقى بيبقى تقلص شديد في عضلات المهبل، العكس. العكس بتمنع العلاقة الزوجية، يجي الزوج يحصل العلاقة يحس كأنه الطريق مسدود، ما العضلة أصلا مقفولة، فهو يدخل ازاي، فيبدأ هنا البلوك، وهي بتبقى هي وقعها متألمة، ألم. هي متألمة وهو مفيش مجال خالص للدخول، فيعيني يبداوا هما الاثنين يقع عليهم بقى، ياثر عليهم هما الاثنين بالسلب. اولا هي عندها الم، الالم هيدخلها في حاله نفسيه وخوف، عارفه كانها تاخد حقنه مثلا قبل ما يحصل علاقه، خايفه ومتوتره ورجليهم تترعش، فاهماني، قبل طبعا، لان وقعها خايفه، النفسي لا عليها من خلاص كتر بقى عندها الالم. مشكله نفسيه، فتبدا تقل الرغبه الجنسيه كمان عندها، هو نفس القصه، العلاقه هتنتهي بنهايه ماساويه، فيبدا تقل الرغبه الجنسيه عنده، يبدأ هو بادئ العلاقة كويس يبدأ يحصل له يفقد انتصابه أثناء العلاقة، فيفتكر يقول أنا عندي ضعف جنسي، وما عندوش ضعف جنسي، هو الفكرة إن هو في عياط وفي وجع وفي قصة زي كده، فهو يعني فبيأثر على نفسيته. فبيفقد تركيزه في العلاقة، فيفقد انتصابه أثناء العلاقة، فيفتكر إن هو عنده مشكلة، فيفضلوا يعني يلفوا في دايرة الحلقات الإيه المفرغة. طب يعني التشنج المهبلي ده يا دكتور، ده يعني هل سبب ونقدر نقول عليه ان هو نفسي اكتر، ولا يعني مثلا سقوط ارتخاء عضلات المهبل لا احنا قلنا ذكرنا ليه اسباب اسبابها؟ عضويه. عضويه، الهرمونات، الحمل والولاده المتكرره، والاسباب الاخرى اللي احنا اللي قلناها. ذكرناها، ده بيبقى يعني سببه اكتر نفسي ولا ليه اسباب بصي، عضويه في برضو؟ شق نفسي، وفي يا جماعه ده تقلص في عضله، هو ليه الناس مش متقبله ان دي عضله ممكن يحصل فيها تقلص زي ما ممكن يحصل في اي في كتفك، حته جسمنا، في السمانه، في اب الظهر، في الكتف، في ال برافو، ممكن هي اي ليه الناس مش حد متقبله يحصل له الفكره دي، تقلص في المعضله. بس هي ما بتكتشفش
غير ساعة الجواز، لأن هي ايه استخدامها تاني، فاهماني؟ يعني ملهاش اعراض قبل الجواز يا دكتور؟ حتى خالص. الست دي عندها تقلص في عضلة لا المهبل، هتحس مش بإيه؟ هتحس باعراض ولا اي هتحس حاجة بإيه؟ خالص؟ لا هتحس بإيه؟ تحس امتى بقى؟ لما تيجي تستخدم العضلة دي. اصل هي بالعكس، ده العضلة بتبقى مقبوضة قوي وعندها فول كنترول في البول وعندها يعني، فاهماني؟ فاللي هو لا بالعكس مفيش اي اعراض، وعضلة اصلا مش مستخدمة خالص غير ساعة العلاقة الزوجية، فهتحس بإيه؟ والتشنج المهبلي ده يا دكتور بيبقى ليه درجات او انواع؟ طبعا التشنج المهبلي مش انواع، هو في منه برايمري وفي سكندري. برايمري يعني من اولي اولي، يعني من الاساس هي جايب تشنج مهبلي. ثانوي زي واحده مثلا عملت عمليه وبقت مرعوبه انه حد يقرب منها، لا انا هتوجع، لا هتوجع، فاهماني؟ فبقى عندها مشكله، ده اسمه ثانوي. يعني هي كانت كويسه وبعدين حصل لها مشكله في النص، عمل ممكن سببت ده حتى الكلام، يعني ممكن الكلام حاله قبل نفسيه. الجواز طبعا ده بيبقى طبعا تأثيره فعلا طبعا عليها طبعا. بعد كده اهو لو دي بقى حصلت نصيحة العلاقة. يعني، تنويه حلو جدا جدا اللي انت بتقوليه دلوقتي ده، ان احنا ما تسمعيش من حد، ما كل واحد حالة كل مختلفة واحد حالة مختلفة، وفي ناس طبعا، بتهول في بتهول الكلام بتزود في وبتهايبر الموضوع. في الكلام، فاهماني؟ ما تسمعيش من حد. ولا والعلاقات individualized برضو، يعني مختلفة فردية طبعا، مختلفة. من حد للتاني، ما تسمعيش من حد. يعني اللي تقعد تحكي لها حكاية خوفتها وهي علاقتها الزوجية ماشية وبقى عندها عيلين وتلاتة، وهي يعني بقى لها 3 سنين متجوزة ما حصلش علاقة، من الخوف اللي هي عايشة فيه من القصة الوهمية اللي هي سمعتها. والعلاج بالنسبة سواء الأولي ولا الثانوي يا دكتور بيبقى نفس العلاج؟ نفس يعني العلاج. سواء هي حتى هي عندها تقلص احنا هنا مهبلي بنشتغل بطبيعتها. برضو، بيبقوا برضو 3 زيارات، جلستين في اليوم، جلستين في اليوم، جلستين في اليوم. هنا بنشتغل علينا نرخي عضلات الحوض وعضلات المهبل بطريقة بقى مختلفة، وبرضو بناخد قياس قبل وبعد. دكتورة بشكرك لوجودك معانا، ومرسيه جدا على المعلومات اللي افدتنا بيها النهارده وشرفتينا. ميرسي يا حبيبة قلبي، ميرسي. مشاهدينا اتمنى تكونوا استفدتوا النهارده من حلقتنا، استنونا كل يوم من الساعه 2 ل 3 والاعاده تاني يوم 7 صباحا، يوم جديد وحلقه جديده ولايف كلينك.